والإمارات لا تغرد خارج السرب العالمي، فالسعادة باتت قيمة تنشدها الأمم وتقيس بها مستوى حدثتها ورقيها. عندما تحولت السعادة من قيمة مجردة في ذهن الفرد إلى مجموعة أهداف ملموسة تسعى القيادة لتحقيقها عبر آليات محددة ووفق تكليف رسمي، تفوقت دولة الإمارات. ففي تقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2016 والذي تصدره شبكة تابعة للأمم المتحدة ويشمل 157 بلداً حول العالم، احتل سكان الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 28 عالمياً في قائمة أسعد الشعوب. النتائج المتقدمة جاءت بالتوازي مع رؤية حكومية وضعت منظومة عمل ذات أطر محددة لتحقيق السعادة على أرضها، بدءا من إطلاق مؤشر السعادة في أكتوبر 2014 وصولا إلى توثيق برنامج وطني للسعادة والإيجابية للدولة. ويرتكز تصنيف السعادة الدولي على المعدل العام لجملة مؤشرات أساسية، منها مدى احترام الحرية الشخصية وتحقيق المساواة وارتفاع مستوى الرفاهية وانتفاء الفساد في مقابل ارتفاع الثقة، إضافة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد والدعم الاجتماعي الذي يحظى به. معادلة أمنت للدول الخليجية المراكز المتقدمة، فحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والرابعة والثلاثين عالميا، تلتها قطر التي حازت على المركز السادس والثلاثين عالميا. وقد تفاوتت مراتب الدول العربية الأخرى ضمن المؤشر وسقطت في قعر القائمة الدول التي تجهد شعوبها للبقاء على قيد الحياة، فاحتل العراق بواقعه الأليم المرتبة 112، بينما جاء اليمن في المرتبة 147، ثم سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً. ولم يكن مستغرباً أن تحتل دولة كليبيا التي تعاني من اقتتال داخلي وانعدام للاستقرار المركز 67 المتأخر عالمياً، لكن المستغرب كان أن تتقدم ليبيا على دول مستقرة وهادئة مثل الأردن والمغرب اللتين احتلتا المركزين 80 و90 في مؤشر السعادة العالمي. وماذا عن التعاسة؟ سؤال تهكمي كتبه البعض حول ترتيب مصر في القائمة، فقد كان من الطبيعي أن تتراجع مصر إلى مركز متأخر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، لكن ترتيبها بالقرب من ذيل القائمة العربية جاء صادما، بينما علق موقع إلكتروني على التصنيف ساخرا بالقول: مصر تفرح ب1221 منطقة عشوائية.